مكة وحواء صوماليا دولة نمدية دي لاهي قبتا كرام الدرادة كل حذي ووالا دينتا قف هدئة مثلا حالي رأينا لكن وين صوماهن صومالي دو دن تابان ايسا ما انتا ويبسايجة دونك او دن مرايكن هدئة هل مره دو حصو قرو اما وحو شاية دونك او دن ويقادان ايان صومالي دي دولة دولة او سريد حدي إذا حد ودن كأجوا يورب أو كميت إذا حد الدولة دا عب إيه بكسب حدا وان كده جست على كشيء مركا حكم ليسي سافوا كلام حوا هاي عن أرجع ذي بريبك مركا تاسع كلا هاي حوا هاي والو جو هدي منا وحالي ذا وحالي القلا القلا وحالي روحي ودين ميت مركا سوتي وسي ودين ودين ميت كا أروكو كده حيالي ميت مركا أروكو كده حيالي أول مجوين حد وجو حيالي مركا حد عنا جسوا مالي أنا جو أول بجو سنة حد سي جوني بعد أوجد مركا إلهي وحاجتو جايا هرتين ومدى سوا مالي دو مساكين تهدن روح بس أصعدنا للشيء جاي إنه إلهي وقرقار أو كيا سيرو دي باتد وكيل دور روب كاس مرنا روب على لود انتا مرنا عبارة على لود انتا مركا إلهي أنها كيا سير تاسان ليه هاي ما بينا شيء إنه مركا عنده هاي ني معني راشين كعيدا كوال حدا ماركي سبريس كوال لقب بدلي عمبولا لوقو بدلي عدي لوقو بدلي معصر دي وال بدلي ضد باب بينا ده هاي مركا هذا مرايكن كي صوتان أولي هاي عيدا كراشين كوال حدا نعم نعم بن بن ما هذا شيء غير نيم ولينا ما بنسن ور أتشكتي أو عن دي جري حتى هدي هدا عن لغو مقلين دري أتبناك إدك شيء جدنا إيه وكل ده هو حد هدا أتشيء جيس دين إيسوس تعلم عن إن دي كو أركد دي هيجان كو مقلين مرك بن هو مش شكتي أديك دل كذا ضد قانة ساعة إلهي خيرة كذا سيتا سيكرت وحكي استعد ما شكتنا إلهي أجري حسنا الله كاسيو كاسان لي هاي أديك إيوه إذا حد هذا لما التيم بقى مركا مركا أنا وحاسو جيسنا يا هدو إلهي راهدو أنا دلني رضا حدا قربها جوكتا أو كهاد ليسو دبعت هذا كوس عطوه تنكو ذا ويك يراي أو هاد لاي أي وركي سنة جيسنا أي أنا جنف تركيا إلمن كل أي ها أنت أو أنكو دلاي أو أن ويلو دلكو ذا أنا أكين أي كلاس هذا كليا إذا هذا يو يا ملها دك كل شيء كسائر صاحبة قولي إلي يعني أني 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 أي جزء صاحبة منين لكن هو ودنيين سيداني كوكله هو دلني عرض هو ودنيين هو ودن كذا جار لقد رسب يعني ويا خانان تقال بدن وقصو كري أو الدولة عن الجوجو يو سوشيال كودا يو ها هاي سيدا ودفاع كر ودفاع ذا إلا حتى ليقولن ليقولوا تقال ما هي إننا لقد عنا كل حد قولي يعني قول جوجو لقد دي الصومالية عنا كل حد لين أف صومالي إلما إلى أن لقول أحد لين تليفون كله أف صومالي إلى أن إلما لقول أحد لين دلالة للجلية وضع ركض صومان أنا يقول ده عادي كله يا إلى هاي لوجي هاي عاديات عند هاي عادي أنا صومالي سياسة للجلية هاي إلما هنا الدماء هو صومان مستقبلك ها معناها إنا ودنك يكون استاذ إنا الدبي عدي سي دخن كيس إنا يستان على ربع إنا نقولن ضد هذا الكود أو هو يدين تو الإسلام كا إنا سن كنا من على ربع معناه تاسع عن لي سوء هذا هدي عن أنا عن قال هلا هلا ما سوء هذا لكن واحد لي سوء هذا وحيه ما دام هو يكل يدنا عن هاي الميجن أي أركان إنه أفكود يو لخدو ذي يوم حادين تو ذي يكون دقيه مرك أركان أي أساس ليسوه الجوم لكن واقع قوليس الحمد لله شكرا في العالم وحال بيجرا والب طبعا لو حيكون مع هذا لف لفجر أي قال يسكون جميع مال بيجي مثل لف لف أو جيل مال داي ما قال حيا أساس سمالي ما ماده هذا بلا داي تو شكرت هذه لفجر يقال يسكون جميع أنا والله لفجر يقال يسكون جميع أنا والله لا والله أوكي قالت إسوع ويرتاي أو قالت هاد قالك اللي أتجي الميج اللي أفسره أنا عن مركزية عن لقدا قوم بركي وير يا راين مركزية الميج من هو أي مهين إن قوة سوق عن جارو سكيري كرور أو دفاع كرمهين لكن أنا يا أبو سامان وشيء جايو أي هو يا ريان أو شنجر لحجر أي أي يا أبو سام أب كودك وش شيء جايو أو هاي هاي رسا سيد هذا أني مركا إن مركا أي شيء جاي اللقطة واقع أنا لكن هذا الكيد يعني دبايو لكن معنيه وأنا أنا وش شيء جاي إني هم وش شيء جاي وحاني وش شيء متعنتي
مركا أيها أبي ترجمائين مكاسي تاو حالي لسيكو برت اللغة دادا مكاسي أنا سيكو برت اللغة دادا محيطة سواني ومدالين أقول يا أجوج سواني ومجوجي محان كل هذا عن الميغ هدي عن اللغة دادا كل هذا محان كل هذا عن اللغة دين ما كل هذا نو مركا واليغي إلي على كل حال أيها يسكو ديري أيها دحدو ديا وضحد ليه محالي ما مدى فراحك قادم حكربتين دقال علوسة جرا سيبا المها معني لو قد هويو ان لا غدوميو اد با لوو دادالا وريلاي وخي اسكو دايين اني دهان المادس واكلا جعشهي واكلا جعشهي او ميد مخو هاي و بورن هي مينا وا مخو هاي عاتا واي كان عاتده عمتو في عن مسيس دو حان نبقى عن كاميرا دو الهي يا دان كو شيغ مخو هاي معلنو الا قف والبو يوم ان كو كريا دباتو كاميرا هدي قويسك لا دريمنا معني ان اي دقنكودا كو دغيهين اي دينتودا ودقالك والوغو تبن جبارايا حتى معني المال لو اذيكسن مالو والبالك اسو قلايا ووحل لأوقيا هيا انيق المال ماشكولاي وانا قانا انيق وحا الهي لأوقيا انا ان قيالك لان سوع سومو سي افكاس للي ايه انت مسج سي انت سي المولو دي ديليس انيق انا اولا دبصحو او المسلاميت انا حتى صومالي عني هين وأجنبي كله أن عندي جرك على الجرء ماذا أما محوه بير عن غير عن غير جراسة عن توسة ميجرة سيدو عم تقولي تلي ليه هاي ولا حد عند محوه هاي عاد كح نحنها إن كحاس الدين متى كلا جعش هاي سوى أنا وحاسد أنا سمعي ما تاسي مرة ضبط كذلك الدمية أيا معني الدم بكل صومان هذي المهلابان هذي أي جالوبان هذي دقن حمادان dadkii Soomaaliya dawladnimada u diiday ilaa haddana hortaagan in Soomaaliya dawlad ay noqoto dadkan dalkooda dib loogu celiyo ee la isu soo ururiyay cidda dawladnimada hortaagan aduun ay aqiro macnaheey iyaga waa loo haysta qayb Soomaan adiyad maalinta koobaad ee dalka ay dumiyeen ee meel isku raaci waayeen ee inay dalka diirtaan dadka ay dhameeyaan ay go'aan ku gaareen وحي كدن بيه وحي دنتي وحي باباي وحي دبدا كهلاوي وحي دينتا كدنتي وحي دباتك استقص صامرتي أيجا كي وري إبكاس كتني وحي كو هدا كصعدان أو كصعدة أي كم مسؤول إيه أنا جا أو عيال إيه وحي أنت وعلي أنا ربع دكاي هوي إن عن كل أولاده يكو إلى متى إيه أو رأي جان قبي إلى قوى oo daad aad jiray ama daad kasti weyn jira aan dalkina u noqon karin oo nabad ayna ka jirin oo lagu takoorayo taas ayaa keenaysa in ay muxuu ahaay dhibaatadaas ee kuwi noo horseeday ilaa iyo maantadaan la jooga inuu ilaahay ka jaasiyay aakhir waan u soo fadhiisaa raali inaan ka ahayn waxay nagu sameeyay oo aan ilaahay ugu dacwooday ilaahay ilaa waa u heesta inaan cabtihayn wax kasta diila sheego halis cabbiyaan leh ma cabbinaayi aakhiri adduun ma cabbinaayi taas aan leeyahay marka maxuu ahaa dhalinyaradu way jecel yihiin dalkooda dadkooda waana rabaan inay helaan dowlad wanaagsan oo caadil ah oo dadka kala dambeyn ay yeeshaan dowladda kala dambeyso laysla wada arko in oo dalkii iyo dadkii iyo dowladda ay hore u socdaan oo dalkii inoo dhisma way jecel yihiin taas hadii la arkan dhalinyarada yaryar oo inta ku dhashtay ama kuwa ku koray oo luqadoodii iyo diintoodii khatarta ay ku jirto inay xaq ku soo noqdaan way rabaan wiilka hadlaayeen taasuu ka hadlaayay may faahanta walaalkay wiilkaygiyo badda quruxda badan iyo barwaaqada dooga ah wabiyada macnaheey haddii nabad ay u noqoto ilmahan wayba jeclaanayaan oo iskuulaadkan markay dhigtaan Soomaaliya qaybta quruxda laga qariyo oo qaybta wasaqda iyo cabsida kaliya looga shido aniga laakiin maxay waxa oo maxuu ahaay laga soo deeyo in maxuu ahaay kanaalada gaalada aniga ilmeyga ma tuso I hope inaan ilmaha kalan aanan arkin waxa sayti oo beente aniga waxa u daaraa maxuu ahaay wadankayga Soomaaliyeed waagi oo nabada ahaay sidoo wadankayga u dhisnay tan hadda fiirinna hadda tan waa been wadankiina soo haysaan oo ahay before and after idinka barta kaliyin google ka gala aan baa weyna galaan weyna fiirsadaan quraankana google ka bartaan dugsi muxuu ahay oo lagay jir markay raayeen waa jirraa dugsi waa la xiray laakiin hadda alxamdulillah shukr rabbil alamin quraankooda meel fiican oo ii maraaya waa ku dadaal ilaahay ummada soomaaliyeed oo dunida ku kala daatan ilmahooda ilaahay ha u xafido sidoo ilaahay aan ku weegi ugu xafiday oo aan saas ay tahayna aan wili aan cabsi aan qaba markay hadda banaan ku baxaan ayagoo nabad qab ku soo noqdoonaan wadnaha farta ku haya
way aad farto u hayaa barkay wadankooda ma jooga aniga wadankayga ma jooga haddii wadankayga ay joogi lahaayeen ee dowlad fiican oo kala dabeel oo awood leh sida aniga aan isku jecleen ee isku jeclaa Soomaaliya ee ka dhalan lahayd ilmeyga wallahi inaan hal mahabeen in ay joogeen xataa go home leh soo goos lahaa gurigeena aadeena kaliya la soo goos lahaa marka allaar tuugeena wax kale oo noo maqan male marka ilaahay aan xafid saftaan leeyahay wiilkeygiyo in ilma dhalinyarada umada soomaaliyeed oo ku kala taasan dunidan ilaahay xafidaan leeyahay waa u ducooyaa warka wallaahi oo billaahi oo tan lahay salaad kasto aan dib ku hayay ma aha hal salaad shanta salaad iyo sunnooyinka aan dib ku hayay sujuud kasto oo wajiga aan ku hayay dhalinyarada islaamka gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed wallaahi oo billaahi oo tan lahay waa u ducooyaa markay anaa dhalay dhalinyaro sidaan ayaga aan u dhalaan kuwa kale ee ila xanuun badan yihiin inay maanta wax laga soo sheego ee dhibaato haysato oo qurbaha ay ku haysatay ama ha ahaato qurba nacsa sida Soomaaliya qurbaha qurbaha raaxo inay taala la maleeyaa Soomaaliya oo nabad ah iyo qurbaha mideen raaxo badan Yurub nolol ahaan